صدقنا أن المولود الجديد قد وصل؟ لابد أن كب كيك وكاروت كيك فخوران. ترى هل هي فتاة أم فتى؟ أريد أن أرى المولود الجديد. أريد أن أرى. هذا هو ولدنا باوند كيك. وابنتنا بامبكن كيك. مهران صغيران ألعب معهما؟ أي أن هذا دافع أضعاف المرح. هذا أفضل يوم في التاريخ. يجب أن نحتفل بعيد ميلادكما اليوم لأن أنتما الاثنين ومسلم اليوم. يحاول الصغيران النوم. لكن أنا كنت عيد ميلادي سعيد لك أنت وأنت اليوم. كيف من الممكن أن يكون أحدهما مجنحاً والأخرى من أحادي القرن؟ ممكن. كان جد جدي الأكبر أحادي القرن، وأحد أقارب كاب كيك من بعيد كان مجنحاً. هذا أمر منطقي. نعم. انتظروا، ما إن يتمكن باوند كيك من تحريك جناحيه سيطير. ولا تقللوا من شأن بامبكن كيك. يجد صغار أحادي القرن القيام بالخدع العجيبة. بسرعة، 8 أمنية وفي الشموع، مع إنه لا توجد شموع. إنه يوم عيد ميلادكما. يا مهرتي يا مهرتي لعب مرح قلب نقي ستكون فرح هي الرتا هي العمل وهي تطفي وسع الأمل الصداقة حب يأتي على دواء مهرتي الصغيرة المولودان الجديدان ران اليوم لا أصدق كم مرة بسرعة يمر الوقت أشعر أنكما قد ولدتما بالأمس كما هذا من شعر بالفعل هل أنتما جاهزين لأكثر لعبة يمكن أن تعجبكما؟ أين بينكي باي؟ أنا هنا أين بينكي باي؟ أنا هنا أين بينكي باي؟ أنا هنا! أنا هنا! أنا هنا! أنا هنا! هل كل شيء على ما يرام؟ لمن سنغير الحفاض؟ لا تقلقي، إنهما بخير! أني! سأتولى الأمر! هل هناك من يشعر بالجوع؟ لا شكراً، لقد تناولت الفطور، سأتولى الأمر. يا له من وجوه مضحكة، أجيدها. لا، انظري يا بينكي، يحتاجان مساعدة على التجشؤ. هل أنتما جاهزين؟ حسناً، من يرغب في اللعب الآن؟ باوند كيك، الخبط ممنوع. لا نمضغ الأشياء يا باوند كيك. هذا الطعام. لا أصدق هذا، لقد نسيت تماماً. أنا أطعمتهما، نسيتي؟ لا طعام للصغار. بل الطعام من أجل الحفل الذي يجب أن نسلمه اليوم. مع وجود التوأم قل التركيزون كثيراً. أسرعي، علينا أن نعثر على جليسة أطفال تتولى رعاية الصغيرين. أنا متطوعة، أرغب في رعايتهما، إنهما يحبون اللعب معي. ترى من ستفعل مع هذه المهلة القصيرة؟ أنا 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 هنا. أود أن أراهما لكن لا أستطيع اليوم. وعدت أنجل بالذهاب في نزهة.
تقريرا للأميرة ألخص فيه التقارير السابقة. أريد أن أرعاهما، اختراني. أنا أرعى الصغيرين. الآن هناك أسراب من الدود قادمة، علينا جمع التفاح قبل وصول الأسراب. أريد أن أرعاهما. لدي دعوة لحضور سباق واندر بوليتس اليوم، علي الذهاب. اسأليني. أنا أنا أرعى الصغيرين؟ أوه لا 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 لا، أشعر بالإطراء أنكما لجأتما إلي. بينكي باي، هل يمكنك رعاية الصغيرين؟ لا أعرف، سوف أراجع مواعيدي. والآن يا بينكي، هل تدركين تماما قدر مسؤولية رعاية هذين الصغيرين؟ أنا على قدر المسؤولية، حقا أنا مشهورة بالمسؤولية. بينكي مسؤولية باي. لكن هذه المرة عليك رعايتهما، لا اللعب معهما فقط، عليك تحمل المسؤولية. نعم أعرف، سأفعل حقا. خذي يا بينكي، قائمة بكل مسؤولياتك. يا لها من قائمة. أنا لها. سنزين الطعام هناك، هيا يا عزيزتي تأخرنا. أتني جيداً بصغيرين العزيزين يا بينكي. لا مشكلة يا سيد وسيدة كيك، كل شيء تحت السيطرة. Thank you.
ليس طعاما يا بامبي كيك. توقفا توقفا توقفا. جئت أساعدك. معذرة؟ رعاية الأطفال أمر شاق، وأعرف أن بعض المهور لا تستطيع تحمل المسؤولية مهما كان. هل هذا صحيح؟ حسناً، شكراً على مجيئك يا تويلاين. آسفة، ليس لدي وقت للزيارات، أنا مشغولة للغاية بمسؤولياتي هذه. جئت أساعدك، ليس لدي أي مانع. حسناً، تعتقد أنني لا أتمكن من السيطرة على الأمور؟ ربما لأنني لم أتمكن من السيطرة على الأمور. حسناً، يمكنني السيطرة على الأمور. بامبي، هذا فراش يستخدم فقط للراحة والنوم وأحياناً بعد أخذ الإذن كقلعة خيالية للعب، ليس منصة قفز، لذا كف عن القفز في الحال يا فتى. وأنت أيتها الصغيرة، لا نضع في فمنا أي شيء لا يمكننا هضمه بسهولة، لذا كفي عن عد هذه اللعبة فوراً. والآن كان اليوم مرهقاً للجميع، وحان الوقت كي يغفو الصغيران قليلاً، لذا ناما الآن. هنيئاً. هكذا تكون السيطرة على الأمور. Yeah.
فتاة مطيعة يا بامكن، وابقي في فراشك من أجل صديقتك بينكي. لقد عدنا. كيف صارت الأمور؟ هل نحن في المكان الصحيح؟ بينكي، هذا أمر أكثر من رائع. لم نكن نعرف أبداً كم أنت شخصية مسؤولة. أنا أتساءل، هل يمكنك رعاية الصغار بشكل مستديم يا بينكي؟ سأراجع جدول مواعيدي. أستطيع أن أراهما. أبداً. بينكي.
هما الثلاثاء المقبل.